جوشن جوشن ماشاءالله برو کلا زد 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 مناورات المدافعون عن سماء الولاية المشتركة في يومها الثاني والأخير. اختبرت القوات المشاركة فيها منظومتين صاروخيتين للدفاع الجوي، وفي محاكاة لحماية الأماكن الحساسة والخطيرة تم اختبار منظومتي جوشن وخاتم محليتي الصنع لأول مرة، واستطاعت استهداف الأهداف المعادية في الارتفاعات المتوسطة عبر منظومة الصواريخ التكتيكية. إلى ذلك شهدت المناورات استخدام منظومتي مجيد ودسفول، وتم اختبارهما لاستهداف صواريخ كروز، ودمرتا الأهداف المحددة بدقة عالية. كما دخل رادار قدس المراحل العملياتية في المناورات لاستكشاف الأهداف في مديات بعيدة ورصدها على مدى 500 كيلومتر وارتفاع أكثر من 90 قدماً.
في هذه المرحلة تمكنت منظومة صياد التابعة لحرس الثورة الإسلامية ومنظومة تلاش التابعة للجيش الإيراني من مطاردة وتدمير الأهداف المعادية في ارتفاع متوسط. هذا وجاءت المناورات بهدف تنسيق العمل الدفاعي للجيش وحرس الثورة الإسلامية واختبار جهوزيتهما لحفظ سماء البلاد.